السلام عليكم أصدقائي، اشتقت لكم كثيرا. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نصنع سلايم رائع جدا. أعتذر أولا منكم عن الغياب. المهم، سوف نصنع سلايم وسوف نضعه إن شاء الله في هذه العلبة التي لدي كما ترون، كي يصبح مثل السلايم الذي يباع في المتاجر. يكون في عبوة مثل هذه وسوف نلعب به إن شاء الله بشكل رائع، وسوف نغلقه ونضعه في هذه العلبة ونستمتع به إن شاء الله في وقت لاحق. المهم، ابقوا في الفيديو للأخير وسوف أكرر وأعتذر منكم كثيرا عن الغياب، فقط بسبب مشكل في الحاسوب عندي. المهم، الآن سوف نقوم بأخذ إناء فارغ كما ترون على هذا الشكل، وسوف نقوم بأخذ ملعقة. سوف نقوم بعمل إن شاء الله سلايم ونقوم بوضعه في هذه العلبة. سوف أصنعه إن شاء الله هنا أولا، بعد ذلك سوف أنقله إلى العلبة. أولا أود أن أشكركم جزيلا على تعليقاتكم الجميلة من الفيديو الماضي، شكرا لكم جميعا. التعليقات سوف تظهر أمامكم الآن في الجانب. أشكركم جزيلا على جميع تعليقاتكم. وسوف نبدأ بأول مكون وهو الدقيق كما ترون. السلايم سوف يكون رائع إن شاء الله. سوف نستعمل القليل من الدقيق على هذا الشكل كما ترون معي. والمكون الثاني الذي لدينا وهو القليل من بيكربونات الصوديوم كما ترون. سوف استعمل فقط هذا القدر من بيكربونات الصوديوم. والآن سوف نستعمل مكون ضروري جدا في جميع وصفات السلايم وهو اللصاق المدرسي. مكون بسيط جدا، اذهب لأي مكتبة وقم بجلب اللصاق المدرسي الخاص بالدراسة، وسوف يكون إن شاء الله مثل هذا الشكل، وسوف يصنع معك سلايم. مكون سهل جدا، ليس بمكون صعب، ليس مثل الغيرة. الغيرة صعب قليلا أن تجده، لكن اللصاق المدرسي فهو سهل. المهم، الآن قمت بأخذ القليل من اللصاق المدرسي كما ترون، وقمت بإضافته إلى المكونات على هذا الشكل كما ترون. الآن المكونات لدي. الآن تحتاج فقط إلى الخلط، لكن قبل الخلط سوف نستعمل الملون. وكانت هذه هي أول الإجابات على سؤال الحلقة الماضية، وهو ما هي عاصمة مصر. هذه هي الإجابات. أشكركم جزيلا على إجاباتكم الصحيحة. سوف أضيف فقط أول 3 إجابات لأن الإجابات كانت كثيرة جدا. شكرا لكم جزيلا، وانتظروا سؤال الحلقة سوف يكون في آخر الفيديو. وإذا لم تكن قد عملت لايك من للفيديو فقم بعمل لايك لهذا الفيديو، جزاك الله خيرا. الآن سوف نقوم بأخذ القليل من اللون. أريد هذا السلايم أن يكون باللون الأحمر أو اللون الوردي، لذلك استعملت هذا الملون كما ترون. سوف نقوم بخلطه مع المكونات، وأعطانا هذا الشكل الذي يظهر أمامكم أصدقائي كما ترون. لون جميل جدا كما تلاحظون معي. سوف أقوم بخلطه جيدا كما رأيتم. والآن سوف نستعمل سوف أضيف الآن أولا القليل من الدقيق، لأن السلايم كما أرى أنه ضعيف جدا. أريد السلايم أن يكون ثقيل وملموس وحيل، ولذلك استعملت المزيد من الدقيق. الآن بعد القليل من التقليب فقط سوف نستعمل المكون الضروري لجمع هذا السلايم والذي يجعل السلايم يتماسك، وهو المحفز. أنا لدي البرسيل، أنتم قوموا باستعمال أي محفز لديكم مثل البوراكس، الدينكار أو محلول العدسات. الآن سوف نقوم باستعماله على هذا الشكل كما ترون، وسوف يجمع لنا السلايم كما تلاحظون. السلايم بدأ يتماسك، أو السلايم الخاص بنا تماسك. المهم، سوف أحسب من 1 إلى 3 وسوف ترون أن السلايم أصبح جاهز إن شاء الله. بعد ها هو الآن السلايم جاهز يا أصدقاء كما ترون. السلايم رائع جدا وخرافي، لاحظوا معي الشكل الخاص به مثل سلايم المتاجر، سلايم فلافلي رائع جدا، فقط بالدقيق بدون استعمال الغوط الحلاقة. السلايم مصنوع من الدقيق أفضل السلايمات التي نصنعها على القناة حسب رأيي الشخصي كما ترون. الآن سوف نقوم بنقله إلى العبوة. ها هي العبوة الخاصة بنا، لا أعرف هل سوف تكفيه أم لا كما ترون. سوف نقوم بوضعه، لاحظوا معي الشكل الذي أعطانا، رائع جدا كما ترون. واو رائع، مثل هذه العبوة ضرورية جدا لحفظ السلايم لكي يبقى متماسك كما ترون، ويحافظ على الجودة الخاصة به مع مرور الوقت كما ترون معي. سوف نقوم بغلقه على هذا الشكل، وهي النتيجة النهائية للسلايم كما ترون. سلايم رائع جدا كما تلاحظون. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وإذا كنت لم تعمل لايك للفيديو فلا تنسى عمل لايك، واترك لنا تعليق في أسفل الفيديو. وسؤال هذه الحلقة
ما هي أول جامعة في العالم، وما هي الدولة التي كانت في هذه الجامعة؟ يعني اكتبوا لي اسم الجامعة واعملوا فاصلة واكتبوا الدولة مثل هذا الشكل تقريبا. المهم كما ترون، شكرا لكم جزيلا، والفيديو على وشك الانتهاء. مع السلامة يا أصدقائي، أحبكم كثيرا.